اول حاجه هتعملها هتجيب قطعه كرتونه زي دي، عرضها 35 سنتي والطول 25 سنتي. دلوقتي هنرسم فيها مستطيل، المستطيل ده العرض بتاعه 30 سنتي والطول 17 سنتي. هتيجي من على شمال الكرتونه من تحت وهتحط علامه بعد 9 سنتي، ومن اليمين برضو هتحط علامة من تحت بعد 9 سنتي، والخط اللي فوق ده نفس الكلام برضو، من على الشمال بعد 9 سنتي ومن على اليمين بعد 9 سنتي. بعد كده هتوصل العلامات دي ببعض. بعد كده هتحط في الخطين دول علامة بعد 7 سنتي من فوق، وهتوصلهم ببعض. بعد كده هتيجي من على اليمين من هنا وهتحط علامه بعد 7 سنتي من تحت، من على الضلع ده من تحت كده هتقيس 7 سنتي وهتحط علامه. من على الضلع الشمال ده برضو نفس الكلام. بعد كده هتوصل الزاويه دي بالعلامه دي، والزاويه دي بالعلامه دي، والزاويه دي بالزاويه دي، والزاويه دي بالزاويه دي. بعد كده هتفرغ الجزئين دول بالقطر او بالمشرط. دي الكرتونه اللي احنا هنشتغل بيها. ركز معايا في خطوات العمل. اول حاجه هتجيب الكرتونه وهتمسك اول الجنب من على اليمين من فوق، اول الجنب من على اليمين من فوق، وهتحطها كده. هتخلي اول الكرتونه من هنا عند اول الجنب من فوق بالشكل ده، وهتخلي معاك لونين، لون اسود ولون بني، لون اسود ولون بني، تمام. هتعمل الجزء ده اسود والجزء ده بني. حاول بقدر الامكان ما تخليش فيه لون منهم محتاج وش تاني، عشان انت دلوقتي هتشيل الكرتونه، فمش هتقعد ترجع تاني تحط الكرتونه تاني على الالوان وتدي لهم وش تاني. فوانت حاطط الكرتونه كده اللي محتاج وش تاني او اللي ما ظبطش تظبطه خالص وما تخليه مش محتاج حاجه. حاول تخلي معاك قطعه قماشه زي دي عشان الكرتونه لو بهدلك كده تمسحها بالطريقه دي. ركز معايا في الخطوه اللي جايه دي. احنا اشتغلنا دلوقتي كده صح؟ بعد كده هتقلب الكرتونه كده، وهتخلي اول الرسمتين من هنا ومن هنا، الجزء ده اوله من هنا ومن هنا عند الحرفين دول. بعد كده هتعكس بقى، هتخلي ده الاسود وده البني. طول ما انت شغال اعمده يعني بالطول كده هتشتغل بنفس الطريقه، هتشتغل مره كده ومره كده، تمام. طول ما انت شغال بالصفوف يعني هتشتغل كده بالعرض، يبقى هتشتغل بنفس الاسطمبه. يعني احنا اشتغلنا هنا كده الصف كله هنكمله بنفس الطريقه كده، تمام. انما لو هنشتغل اعمده بالطول يبقى مره كده ومره كده. دلوقتي هنفنش الجزء اللي على اليمين ده. وقبل ما نعمل الخطوه الثانيه، زي ما قلت لك الديكور ده بيتعمل في خطوتين اتنين. دلوقتي احنا عملنا اول خطوه اللي هي اللي بالكرتونه اللي عملنا فيها اللونين دول، ودلوقتي ان شاء الله هنعمل الخطوه الثانيه بعد ما نصلح الابيض ونصلح اي تصليحات الجنب محتاجها، سواء في اللون الفاتح اللي هو البني ده، او في اللون الاسود، او في اللون الابيض. الخطوه الاخيره في الديكور ده بنجيب اللون البني ده وبنحط عليه شويه لون ابيض، وبنفتحه شويه بيكون بني فاتح او بيش كده، وبنجيب شريط عزل زي ده 1 سم او 2 سم ايا كان، وبنعزل الحته دي. شايف المستطيل ده؟ بنعزله من الاربع جهات كده، وبندهنه باللون اللي احنا عملناه ده. ما ينفعش تشيل العزل ده لما تتاكد ان هو مش محتاج وش تاني. لو احتاج وشين او ثلاثه اديله قبل ما تشيل العزل.
طبعا احتمال كبير يحصل اخطاء وانت شغال، اي جنب هتعمله او اي ديكور هتعمله بقطعة كرتون وارد جدا يحصل اخطاء. لو حصل خطأ في الكرتونة، في الالوان اللي انت شغال بيها، الاسطمبة بعدت شوية، حصل اي اخطاء بتصلحها بايدك بالفرشة على طول. اخر خطوه هتعملها في الديكور ده هتكون باستخدام مسدس الرش واللون الاسود. هنعمل تظليل في اماكن معينه، شايف الجزء الابيض ده؟ هنعمل تظليل في الجزء اللي فوق، هو منقسم لجزئين، الجزء ده كده فوق والجزء ده كده تحت. هنعمل تظليل هنا كده في الجزء اللي فوق ده، تمام؟ والجزء الابيض ده برده هنعمل تظليل برده في الجزء اللي فوق، برده هو في مثلث فوق ومثلث تحت، هنعمل تظليل في المثلث اللي فوق ده. تقريبا شغلنا كله في الابيض بس. كده الفيديو خلص. لو عندك اي ملحوظة او اي استفسار اكتبه في التعليقات، واشوفك الفيديو التاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.